في عام 1794 شغل رالف إيزارد منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى اهتمامه بالسياسة، اعتبر السيد إيزارد من أغنياء نيويورك التي كانت تحت حكم بريطانيا آنذاك. في هذه اللوحة رسم الفنان جون سينغليتون كوبلي السيد رالف إيزارد جالس مع زوجته أليس ديلانسي في مشهد فيه بعض الخصوصية. ركز الرسام هنا على إظهار الغنى الفاحش من خلال ملابس الرجل والمرأة والآثاث الفاخر. تعتبر هذه اللوحة ضمن اللوحات التاريخية المجسدة للأسلوب الكولونيالي في الفن.